دكتور ياسر فرج مساعد رئيس حي العجوزة. طبعا النهاردة اليوم الأخير لتجهيزات الانتخابات، زي ما انت شايف حضرتك كده بنجهز طبعا الانتخابات، إذا كان مثلا بنعمل صوان عشان كبار السن، وفي كراسي طبعا لكبار السن للناس اللي هي وافدين المواطنين اللي هم جايين يطلبوا صوتهم. طبعا التجهيزات كلها على مستوى المقرات الانتخابية، عندنا حوالي 33 مقر انتخابي. طبعا كل مدرسة من الصبح الساعة 7 الصبح أو بقالنا 3 أيام الكلام دوت بيتأكد طبعا من مستوى النظافة حوالين المدارس، بنتأكد طبعا بعد الظهر ان خلاص القوات المسلحة استلمت التأمين بتاعها. مجرد ما استلمت التأمين احنا ما لناش اي صلة داخل اللجان، خلاص بقى شغلنا كله بقى خارج اللجان. دي اجراءات امنية طبعا طبيعية بالنسبة للقوات المسلحة وبالنسبة لقوات الامن، مجرد ان هي بتستلم المكان بتستلم زي ما انت شفت كده هو الصدادات والحاجات ديت، دي تأمين مش اكتر.